السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه محطة بنغرير. كيف كتشوفوا التران ديال الفوسفات دار الانطلاقة ديالو. المقر ديال الفوسفات اللي كاين هنا في نواحي بنغرير، البلاصة تيقولوا لها بن عزوز، وهذا من أجود الفوسفات هنايا في بنغرير في المغرب كامل. هذا هو كيقولوا لي الذكر ديال الفوسفات هو اللي كاين في بنغرير. هو كيما شفتوا هو دار الانطلاقة ديالو ديال الفوسفات. هذه المنطقة ديال بنغرير كت بعيدة تقريبا شي نص ساعة، ثلث ساعة لارو باش كيوصل تما. دابا غادي يخاوي باش المنطقة المقر ديال الفوسفات. كيف كتشوفوا في نفس الوقت كان قادم من الناس من الفاس من الناس براس ضربة نارا عين السكا كازا بويازور وزيس برشا يسكات. هو دابا دخل من بنغرير، حطت بنغرير، ومن هنا غادي يمشي لمراكش. في نفس الوقت التران ديال الفوسفات راهو غادي دابا باش يمشي يعمر الفوسفات، لان ما كيدير فيه البلاصه اللي عيطوا لي كومستاسيون هنا في بنغرير. حتى كيدير عيطوا لي كيدير ديبار يمشي يشارجي ويجي عاوتاني يرجع للبلاصه. كيبقى حتى كيعيطوا لي تاني المقر اللي كان فيه خاصه بالسرعات يمشي بلوز. في نفس الوقت هي المحطه ديال بنغرير كيف كتشوفوا من الداخل الوقت. هذا حطوا التران الاخر الاحداث ديال اسفي، التران ديال اسفي هذاك اللي واقف حداه السكر على ثلاثة كيدير ديبار مع 12 دابا شي 11 ونص. دابا دخل هذا غادي هو ديبار مع 12 كيمشي لاسفي، راه هو اللي واقف السكر على ثلاثة. وكيف كتشوفوا هما الناس كينزلوا دابا في المحطة ديال بنغرير. يبقى في واحد جوج دقايق دقيقة جوج حتى ثلاثة كيدير الديبار باش يمشي لمراكش. من أكبر المحطات هنايا في النواحي ديال هذه القنطرة اللي كنصور من فوق منها هي هذه الممر الراجلين، هي هذه اللي كنصور من فوق منها. جميلة جدا.